Evet. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, dinlemeyi, beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yani abonelik yüzünüz, bir de abonelikten de geri çıkan arkadaşlar da oldu birkaç tane. Böyle bir şey olmaz. Yani bir Müslümana yakışmaz bu yani. Çünkü sizlere burada dedikodu falan yapmıyorum. Allahu Teala'nın ayeti kerimelerini elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Okumak bayramdan, dinlemek sizden olsun. Haşr suresi. Haşr suresi Medine'de inmiştir. 24 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim.
فضلا من الله ورضوانا وينظرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع بكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون لا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى موزنة أو من وراء جدر بعضهم بينهم شديد تعذبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.